يعني ساعات كده بيبقى فيه قرارات أو أمور بتحصل في الكورة ما بتبقى عكس رغبات كل الجماهير، عشان نبقى متفقين مع بعض، احنا كلنا كجماهير يعني كنا نتمنى ان حسام عاشور يواصل مشواره مع النادي الأهلي، يكون موجود، لكن احنا برضو عندنا جهاز فني، مدير فني، هو ليه كافة الصلاحيات في اختيار كل ما يخص مستقبل فريق النادي الأهلي. متعاطفين جدا في الحقيقة مع حسام عاشور، لعيب جامد قوي، لعيب ادى للنادي الأهلي كتير، تاريخ صعب ان حد يوصل لتاريخ حسام عاشور مع النادي الأهلي، دي حقيقة، الأرقام بتقول كده، البطولات بتقول كده، عدد المباريات كمان بتقول كده، الراجل لعب اكتر من 500 مباراة مع النادي الأهلي، مسيرة رائعة وحافلة، وفي كل مع كل الأجهزة الفنية شارك. في الحقيقة حسام عاشور احد اساطير النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي، لكن الجهاز الفني الوحيد اللي ما اعتمدش على حسام عاشور هو الجهاز الفني الحالي اللي هو بقيادة مستر ريني فايلر. بالتالي كل الاحترام والتقدير لوجهة نظر المدير الفني، هو أدرى، هو المسؤول، هو اللي شايف الصالح للفرقة ايه. واحنا متعودين دايما في النادي الأهلي ان بيبقى فيه سياسة محددة وسيستم معين بيمشي من خلاله النادي. البعض زعلان شوية، طبعا مش بعض، عايز اقول الكل متعاطف مع حسام عاشور، ده طبيعي جدا، لكن متعودين من النادي الأهلي ان ما يبقاش فيه تدخل في عمل المدير الفني. ايه اللي حصل؟ ان مستر ريني فايلر شايف ان هو مش هيكون محتاج حسام عاشور السنة اللي جاية او الموسم الجديد، وواضح جدا من خلال الفترة اللي فاتت كلها ان حسام عاشور مش في حسابات مستر ريني فايلر. كلنا متفقين على امكانيات عاشور، كلنا متفقين على قدرات عاشور، لكن في نفس الوقت وجهة نظر فنية. هل ده يقلل من قيمة حسام، من فنيات حسام؟ لا طبعا ما يقللش اطلاقا، كلنا مقرين بكده، لكن دايما بيبقى في وجهات نظر. وجهه نظر الجهاز الفني هي في الاتجاه ده، اللاعب عقده بينتهي فالراجل شايف ان هو مش محتاجه، مش حابب، او مش عايز اقول حابب، يعني مش محتاجه من الجانب الفني، شايف ان حسام عاشور مش هيضيف له في ظل مثلا تواجد اسماء كتيره في المكان ده. ابرز هذه الاسماء عشان مع حضراتكم تاريخ حسام عاشور، ابرزهم طبعا لان مسيرته رائعه مع النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت بيبقى فيه نظره مستقبليه، مستقبل الفريق، احتياجات الفريق من جانب الفني، من بعض الجوانب الاخرى، الجانب البدني ده مهم قوي قوي، ممكن يكون بيبص له مستر ريني فايلر. بناء عليه الراجل قرر عدم تجديد التعاقد مع حسام عاشور من خلال التواصل مع لجنه التخطيط للكره، واستقروا في النهايه على عدم تجديد عقد اللاعب. لكن في نفس الوقت في جزئيه مهمه جدا قام بها مجلس اداره النادي الاهلي، وهي فيما يتعلق بمستقبل حسام عاشور. النادي لما قعد امبارح، او مسؤولين في النادي لما قعدوا امبارح مع حسام عاشور، قعدوا معاه عشان يقولوا له احنا مستعدين ان احنا نعمل معاك امور كتيره جدا ما اتعملتش مع حد قبل كده، او بقى لها فتره ما تتعملش. زي ايه مثلا؟ زي مباريات الاعتزال. مين كان بيتعمل له مباريات اعتزال الفتره؟ اعتزل وائل جمعه، اعتزل ابو تريكه، اعتزل عماد متعب، اعتزل اسماء كتير، بركات، النحاس، ناس كتيره جدا اعتزلوا. لكن موضوع مباريات الاعتزال ده مش في الجانب الاحترافي، مش موجوده دلوقتي، لكن رغم كده النادي الاهلي عرض على حسام عاشور ان يبقى ليه مباراه اعتزال ويتعمل لها شغل تسويقي مميز جدا، ياتي بالعائد المادي المناسب لقيمه ولقائد كبير في تاريخ النادي الاهلي وهو حسام عاشور. كمان اتاح لي حريه اختيار الدورات التدريبيه او الاداريه المختلفه خارج مصر كفتره معايشه على حساب النادي الاهلي، وده دور على فكره وواجب على النادي الاهلي، هي مش عايز اقول ان هي يعني حاجه اضافه من النادي الاهلي او حاجه، لا هو الطبيعي النادي الاهلي مع ابنائه يبقى كده، يعني الامور تبقى ماشيه بالكلام ده. ممكن البعض يقول لك لا المفروض النادي الاهلي يقف جنب ابنائه، لازم كان يجدد له سنه، لازم كان يكمل فتره كمان، ده حسام عاشور. طبعا ده حسام عاشور، لكن في نفس الوقت انت يرضيك مثلا او حد يرضى ان ممكن حسام عاشور يتجدد له في النادي الاهلي وما يلعبش دقيقه؟ مش هتبقى حلوه لحسام، مش هتبقى حلوه لحسام عاشور. بالتالي ده كان قرار الجهاز الفني، بناء عليه وافقوا المسؤولين في النادي الاهلي على قرار مستر ريني فايلر. بخلاف كده كمان يعني في اكتر من عرض اتعرض على حسام عاشور، هو العمل
الاعلامي بقناه النادي الاهلي بمرتب مميز يليق بقدرات او يليق باسم كبير زي اسم حسام عاشور. كمان حاجه رابعه من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها وهو تولي منصب فني او اداري داخل النادي الاهلي. يعني كل دي امور تم عرضها على اللاعب. وخليني اقول لحضرتك وجهه نظر الناس مثلا في النادي ان حسام عاشور خلاص الفتره اللي جايه الافضل بالنسبه لهم من وجهه نظرهم ان هو ما يبقاش موجود في الملاعب. لكن اللاعب نفسه وهو ادرى وده مؤكد بقدراته وبامكانياته وبقدرته على استكمال اللعب داخل المستطيل الاخضر، هو الراجل شايف ان هو عايز يكمل كوره وده حق طبعا مشروع جدا ليه. ممكن الفتره اللي فاتت هو ما شاركش كتير فالبعض مثلا قال حسام عاشور خلاص، واحنا عندنا هنا في مصر بشكل عام الناس بتبص لعامل السن شويه. لكن اللاعب نفسه اي لاعب في الدنيا هو ادرى بمقدرته على العطاء. حسام عاشور شايف ان هو يقدر يدي في الملعب، يقدر يلعب كوره سنه او سنتين كمان من وجهه نظره مثلا، وممكن يكون اكتر من كده. بالتالي اللاعب في اتجاه ان هو يلعب في احدى الانديه او في عروض اكيد جايه لحسام عاشور ده حتى الان. لكن في كل الاحوال احنا بالنسبه لنا احنا كمحبين للنادي الاهلي اولا وكمحبين جدا لحسام عاشور ثانيا اكيد بنتمنى له كل التوفيق، اكيد متعاطفين معاه جدا، اكيد هيفضل الحب والتقدير والدعم الكامل لقائد كبير زي حسام عاشور. ليه بقول الكلام ده؟ لانه عنده ما يكفي من تاريخ يتحسب له، تاريخ هيفضل جمهور النادي الاهلي فاكره. الراجل شارك في 11 مباراه في كاس العالم، اكتر لاعب في العالم شارك في بطوله كاس العالم، اعتقد هو وائل جمعه. عندك كمان ايه بطولات دوري قد كده ما شاء الله، 12 بطوله دوري يمكن اكتر كمان 13 لا 12 تقريبا، غير البطولات الافريقيه، غير مختلف اي بطوله شارك فيها مع النادي الاهلي خدها ومش بدل مره اكتر من مره، عدد مباريات كم هائل بصراحه يعني. فأكيد هنفضل نقدر حسام عاشور، هيفضل هو احد اساطير النادي الاهلي في تاريخ النادي، هيفضل حب كبير جدا من جمهور النادي الاهلي لحسام عاشور. لكن في نفس الوقت الاهلي اولا قبل كل شيء، قرارات المدير الفني يجب ان تحترم طبقا لسياسه النادي المعروفه على مدار التاريخ. عمر ما مجلس اداره في تاريخ النادي الاهلي، مش بتكلم عن مجلس الاداره الحالي، تدخل كل مجالس الادارات ما حدش تدخل في عمل المدير الفني، دايما بتسيب المدير الفني يقرر، خد راحتك في الاختيار، ممكن البعض يقترح عليك لجنه تخطيط او حاجه طب احنا شايفين كذا وبتبقى عرضت عليه وبتقول له وجهه نظرك، لكن في النهايه هو صاحب القرار الاول والاخير. ليه؟ عشان انت بتيجي تقيمه في الاخر. فلما تيجي تقيمه هتقول له انا نفذت لك قرار 1 2 3 4 5 6 وافقت لك على كذا 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 كذا. النتائج ايه؟ ايجابيه تشكر وانت راجل 10 على 10، النتائج مش زي ما احنا بنتمنى هيبقى شكرا لحضرتك يعني نتمنى لك حظ سعيد يعني. لكن حتى الان مستر فايلر الراجل ليه حق وكل الحق في اختيار اي قرار يناسب الفريق، واحنا كلنا بندعم المدير الفني وده الاهم بالنسبه لنا. بنحب لعيب، بنعشق لعيب، مرتبطين جدا جدا بلعيب النادي الاهلي كلهم بالمناسبه، خصوصا اللي عمل تاريخ كبير جدا مع الفريق. لكن في نفس الوقت احنا بنشجع النادي الاهلي، بنشجع كيان النادي الاهلي، وفي ظهر اي قرارات ياخدها المدير الفني بالتحديد فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم، وبالتالي في ظهر مجلس الاداره وكل المسؤولين، لان الاهم بالنسبه لنا مصلحه النادي في كل الاحوال. قد تكون مصلحه النادي في عدم استكمال حسام عاشور مشواره مع الفريق، وقد تكون مصلحه النادي في استكمال حسام عاشور مشواره مع الفريق. لكن القرار اتاخد في النهايه وصفحه ولازم نقفل عليها، ونوجه كل التحيه والشكر لقائد كبير زي حسام عاشور، لازم يتم احترام كمان القرار اللي اتاخد. فكل التقدير والحب والتعاطف والمؤازره والدعم لحسام عاشور فيما تبقى من مسيره على حسب وجهه نظره في الملاعب، وهو لعيب كبير جدا هيفضل النادي الاهلي وجماهيره مرتبطين بارتباط تام.